السلام عليكم، جيسبر تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في ديليز دومانيا. اليوم جبت لكم واحد شهيوة من المطبخ الجورجي. هي أكلة شعبية عبارة على خبيزات ولا فطائر تطيبوا في المقلة، تتصوبوا بواحد العجينة اللي مميزة وتتعمروا بالفخماج، تيجيو رطبين ومفشفشين. يلا معايا نشوف المقادير وطريقة التحضير. نحتاج 400 غرام ديال الطحين، 250 غرام من الفرماج المحكوك، 150 غرام من الفرماج ديال الدهن، جوج حكاك ديال الياغورت طبيعي، ملعقة كبيرة عامرة من القشدة الطرية تكون ثقيلة، بيضة كاملة، شوية ديال الزبدة، شوية ديال بودرة الثوم، ملعقة كبيرة ديال زيت الزيتون، ملعقة صغيرة من الملح، ونص ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا. اذا كناخذ واحد لوبول نديرو فيه الياغورت الطبيعي، نضيفو ليه القشده الطريه والبيكربونات. اللي ما توفرتش عنده البيكربونات يقدر يعوضها بنفس القياس، نص ملعقه صغيره من الخمار. نخلطو مزيان العناصر ونغطيو عليهم ونخليهم يرتاحوا لمده ديال ربع ساعه. نضيفوا ليهم الملح وبيضه، نخلط مزيان العناصر ونضيف شويه بشويه الطحين اللي غربلته من قبل. اللي كيميز هاد العجينه هو انها ما تنحتاجوش فيها الماء نهائيا، حتى قطره الماء ما كنديروها. الياغورت الطبيعي والقشدة الطارية تيكفيونا باش كنجمعوا العجين. والحاجة الثانية هو أنها ما كتحتاجش للدلك، ماشي بحال الخبز العادي ديال كل نهار، تندلكوها واحد خمسة دقائق إلا كترنا صافي وتتكون واجدة. دابا ضفت الزيت البلدية ونجمع العجين ديالي مزيان. دابا غندلك العجينه ديالي غير واحد شويه، ماشي بزاف، كتجي رطيبه ورائعه زعما في الخدمه ديالها ما تتمحنش. من بعد ما دلكتها نخليها ترتاح شي شويه مده ديال نص ساعه وندوزو نوجدو الفرماج. باش نعمرو هاد الخبيزات تنحتاجو الفرماج. نورمالمون هما تيستعملو واحد الفرماج محلي يعني ديال جورجيا، ولكن لسوء الحظ ما متوفرش في المحلات التجاريه هنا، فانا هنا اخترت جوج انواع، فرماج ديال الدهن وفرماج محكوك. كإضافة باش نستم هاد الفرماج انا دزت البودر ديال الثوم، ولكن اختيارية، ممكن تستمو بالزعتر ولا بالربيع، فهذا كيبقى اختياري فقط. من بعد غنوضعهم في الثلاجة باش يبردو ويشدو راسهم. العجينة ديالي وجدت خمرت مزيان، غنرش بشوية ديال الطحين ونقطع العجينة. انا هنا قطعتها لتمنية ديال القطع، بغيت الخبيزات يخرجوا ليا صغيورين محدقين. صافي
صافي ونشكلوها الكويرات، فهي سهله دغيا كيتشكلوا الكويرات، ما كتاخذش وقت نهائيا. الفرماج من بعد ما برد ليا شكلته حتى هو كويرات. غنجيو دابا نبداو نطلقوا العجين، دائما نرشب شويه الطحين. غنطلقوا العجينه غير شويه، نوضعوا الفرماج ونبداو نجمعوا. في هذه المرحله حاولوا تسدوا مزيان باش ما يخرج لناش الفرماج وحنا كنطلقوا في لابول. نجمع مزيان ونقادها ونعاود نطلقها غير بشويه باش ما تتقبش العجينه، والا تتقبات فاش نكونوا كنطيبوها ما غاديش تنفخ، والا ما تنفختش الخبيزه غتخرج لنا مدقسه ما غاديش زوينه نهائيا. في هذا الاثناء انا دايره المقله ديالي كتسخن باش مباشره من بعد ما نكمل الخبيزه نطيبها. اذا نطلقوا مزيان وغيب شويه ونحاولوا نرققوها، حيت ما بغيناش حنا على شكل بطبوطه ديالنا، لا بغيناه يجي رقيق بزاف. المقلة ديالي سخنات، غنبدا نطيب مباشرة. نخليوها واحد شوية حتى يبداو يبانو لنا واحد النبيلات من الفوق، داك الساعة نقلبوها للجهة الأخرى. نعم بداو تيبانو، صافي دابا غادي نقلبوها. ندوروها مزيان باش تقاد في الطياب، وهنا غتبدا كتنفخ لينا كيف ما كتلاحظوا. صافي من بعد ما كطيب مباشره كندهنوها بشويه ديال الزبده من الفوق. نجي نصوب واحده اخرى، نجمع مزيان. هاد المرحله مهمه بزاف بزاف. نرشب الطحين ونطلقوها. ماشي ضروري تستعملوا الدلاك، انا فقط بغيتها تجي مقاده ومستويه في الشكل ديالها. بالنسبه للشكل ديال هاد الخبيزات ممكن ديروه دائري كيف ممكن ديروه اوفال.
صافي غنمشي بنفس الطريقه ديال الخدمه حتى نكمل الكميه اللي عندي. هاد الخبيزات ممكن نوجدوهم للفطور ولا للغدي، ولاش لا حتى للعشاء، فهي كتبقى اكله خفيفه وما تيتقلوش نهائيا، تيجيو خفاف وزوينين. لو مومون دو بونور هو هدف العجينه، هو ملي كتنفخ ديك الخبيزه في المقله فتتحسي بواحد الانجاز كبير وهذا الدليل على انها تخدمت مزيان وتسلكت مزيان. اي فوالا، خبيزات بالفرماج هما واجدين، رافقتهم كويزير اتاي، جاو غزالين رطبين وبنان، ان فغي ديليس. جربوهم وردوا عليا الخبر.